الإشاعة التانية بتقول إنك كان عندك مشكلة كبيرة قوي مع الضرائب. متهرب من الضرائب؟ كان عندي مشكلة ليه بقى؟ ما كنتش متهرب. إيه ده مش إشاعة؟ لا مش إشاعة. كان عندي فعلاً مشكلة في الفترة اللي هي من 2011 ل 2014 كانت الدنيا فيها بايظة والأوراق مش متجمعة، مش مني بس، حتى من الضرائب كمان. فحصل فحص وجرد للأعمال، وكان في حاجة يعني إجراء بيتاخد طبيعي وروتيني جدا، إن هم عملوا لي فحص، وبمراجعة الفحص طلع في حاجات لازم تتقدم وفي حاجات ما تتقدمش، وطلع بقى ترتيب الورق، رتبت الورق وخلاص. مشكلة ترتيب ورق مش أكتر بس يعني. مش أكتر.